من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان دكتور خالد مجاهد أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة الحالات المرضية الطارئة أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة. وقال مجاهد أنه تم تنبيه على مديري المستشفيات بالوجود في مقر عملهم مبكرا ومتابعة جميع الحالات المرضية التي يتم نقلها من اللجان الخاصة بالامتحانات إلى المستشفيات، مضيفا أن جميع أدوية الطوارئ متوفرة بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية، وأن سيارات الإسعاف المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية يتوفر فيها جميع الخدمات الصحية اللازمة.